كل الشكر لإخواني في وسائل الإعلام على حضورهم اليوم. اليوم كانت ندوتنا الانتخابية. كل الشكر لكل من حضر، وكل العذر للي حاول انه هو يحضر لكن يعني مع الأسف ما قدر انه هو يوصل. رسالتنا باختصار في هذه الندوة كانت بأن احنا بفترة قصيرة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدعم الشعب الكويتي قدرنا أن نحقق شيء كبير للشباب في قطاع التوظيف بإقرار الوظيفة الحرة اللي كنا في نفس هذا المكان واقفين قبل أقل من سنة وقدمناه كوعد انتخابي، واليوم نعلن عن إنجازه بالكامل. وإن شاء الله في الفترة القادمة إذا وصل أغلبية شبابية صالحة مثل ما كانت الأغلبية الصالحة الشبابية في مجلس 2022 سننجح بإذن الله أن نحقق كثير من طموحات الشعب الكويتي وعلى رأسها القضية الإسكانية. وأيضا سنتبنى هذه المرة بجدية أكبر وبإصرار أكبر مشاريع الإصلاح السياسي المتعلقة بتطوير المحكمة الدستورية والمتعلقة بقانون الانتخاب والقوائم النسبية وكثير من الملفات التي إن شاء الله أن يمكننا الشعب الكويتي والأغلبية الوطنية في هذا المجلس. رسالتي الأخيرة أدعو الشعب أن يشارك بفاعلية في هذه الانتخابات. حضور اليوم رسالة وإشارة واضحة بأن الشعب الكويتي إن شاء الله سيشارك بإيجابية وسيضمن وصول أغلبية مخلصة في مجلس 2023. والله يعطيكم العافية.